بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. الحقيقة حلقتنا النهاردة زي ما تعودنا بتكون نصين، النص الأول بيبقى معانا أخبار حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي ومحليا وأيضا عالميا، والحقيقة الأخبار دي بيبقى لينا تعليق عليها وبنقول رأينا فيها إيه وبعض الأمور المهمة اللي تهم جمهور النادي الأهلي. النص الثاني بيكون معانا ضيف، ضيفنا النهاردة الكابتن أشرف توفيق المدير الفني نادي الأهلي الفريق الأول لكرة السلة رجال ومدير فني منتخب مصر السابق. والحقيقة خليني أقول لكم إن الكابتن أشرف توفيق والكلام ده على مسؤوليتي، هو من أدخل كرة السلة الحديثة في مصر كلها. في أوائل الألفينات كوتش أشرف توفيق يعني من المدربين القلائل اللي سافروا بره مصر وخدوا فرق كتير وخدوا يعني فرق تدريبية واحتكوا مع الروس واحتكوا مع الصرب والأمريكان، والحقيقة دخل كرة سلة كانت حديثة وكانت مفاجأة للكل. يعني كان يمكن احنا كنا بنلعب الباسكت بتاع التسعينات والثمانينات، في اوائل الالفينات حصل طفرة كبيرة جدا في كرة السلة بره مصر، ما واجبتش الطفرة دي، ولكن الكوتش أشرف توفيق الحقيقة على صغر سنه كان ساعتها عنده حاجة و30 سنة ما كانش كبير، نجح بشكل كبير انه يدخل كرة السلة الحديثة. وحتى الآن الحقيقة ولا يعني الكلام ده ما يحرجش حد وما يزعلش حد أبدا، ما زال محط أنظار كل مدربين مصر. والحقيقة ده مش عيب، يعني بيبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما بيقولوا بينعم على أحد عباده بنعمة معينة. كوتش أشرف عنده الابتكار ومواكبة الحديث، والحقيقة كوتش أشرف عنده الكتير لسه ما قدموش في كرة السلة، هيكون ضيفنا وهنعرف منه كتير قوي كواليس عن الاستعداد بعد تولي المسؤولية من السنة اللي فاتت، وأيضا الصفقات الجديدة اللي حصلت والماتش ماتشات المرتبط اللي فاتت، وأيضا ماتش السوبر اللي احنا داخلين عليه. أكيد هيكون معانا كلام كتير، أتمنى متابعتكم. خلينا نرجع للأخبار المحلية. طبعا انتوا عارفين دلوقتي فريق كرة اليد منتخب مصر بيلعب روسيا، والحقيقة 19-13 الحمد لله مصر ماشية على الطريق الصحيح، إن شاء الله نفوز النهاردة واللي يرتفع يعني رصيدنا من النقاط إلى 4 نقاط. الحقيقة مباراة مهمة النهاردة، سواء بعد بكرة إن شاء الله بيلاروسيا وسلوفينيا، 3 مباريات دول مفيش هزار. يمكن ماتش السويد كنا نستحق المكسب، ولكن طبعا دي الرياضه، يمكن خسرنا في اخر 5 دقائق أو 7 دقائق، ولكن انا شايف النهارده منتخب مصر بيأدي مباراه كبيره. الطيار حارس مرمى النادي الاهلي الحقيقه النهارده بيأدي مباراه رائعه رائعه رائعه، كل الفريق علي زين احمد الاحمر كل اللاعبين الحقيقه بيأدوا اداء رائع، مش عايز انسى حد. والنتيجه 19-13، ويمكن في الدقيقه 42 فاضل 18 دقيقه بس. طبعا اكيد الولاد اتعلموا من درس السويد ان مهما كان الوقت فانا ما ابصش عليه واستمر في التقدم. احنا يعني في السويد وصلنا 4 نقاط، ولكن للاسف فقدناهم في اخر 10 دقائق، ولكن 4 تجوان طبعا مش نقاط، النقاط في السله، ولكن هم اتعلموا الحقيقه الدرس، واكيد ان شاء الله النهارده الاداء باين وفي المباراه الجايه اكيد هيختلف. خليني بس ارجع لحضراتكم في بعض الامور. يمكن عندنا مباراه السوبر لكره السله رجال وسيدات هيبقى يوم 26، بس خليني اتوقف شويه مع كره السله. الحقيقه كره السله في تساؤلات كتير جدا، تساؤلات جمهور النادي الاهلي الحقيقه حتى الان لم يجد عنها اجابه او عليها اجابه. لو رجعنا شويه يعني بالامور يمكن من اول السنه، من اول السنه دي الحقيقه والامور غريبه شويه. يمكن النادي الاهلي لما نجح انه يعني يحسم صفقتين او 3 من العيار التقيل السنه دي والسنه اللي فاتت، فوجئنا باتحاد السله السنه دي برضه بياخد قرار بتحجيم الانتقالات في الوقت اللي كان السنين اللي فاتت كان في انديه اخرى يعني بتتعاقد مع لاعبين كتير جدا وبارقام خياليه وما طلعش هذا القرار. طلع قرار انه اول الدوري ليه صفقه واحده في السنه، تاني الدوري ليه صفقتين، تالت الدوري ورابع الدوري ليهم 3 صفقات. الحقيقه اشمعنى القرار ده طلع بعد صفقات النادي الاهلي اللي من العيار الثقيل اللي هي حطت النادي الاهلي في المقدمه. وخليني اقول لكم انه الموضوع عرض وطلب. النادي الاهلي يعتمد في مفاوضاته مع اللعيب رقم واحد على اهلاويه وعلى شراء اللاعب للنادي الاهلي وانه عايز يجي النادي الاهلي. فالحقيقه الموضوع يعني اشمعنى اتاخد وتساؤلاتنا وهنفضل نتساءل لغايه ما نلاقي اجابه. اشمعنى القرار ده اتاخد بعد صفقات النادي الاهلي؟ ده اول حاجه. تاني حاجه دخلنا على ماتشات السوبر وشفنا طبعا اللي حصل مع كورونا، وشفنا طبعا النادي الاهلي تعرض لهجمه شرسه من الفيروس كورونا، اصابه 3 لاعبين، طلبنا تاجيل المباراه، فوجئنا بقرار اتخذ خصيصا طبعا بعد الحالات اللي تعرض ليها النادي الاهلي، ان هو عشان تاجل الماتش لازم يكون اكتر من 6 لاعبين عندك فيهم كورونا عشان اجل لك المباراه ويبقى ليك الحق ان انت تاجل المباراه. طبعا كان قرار غريب جدا، واحنا تساءلنا يا جماعه ليه 6 اكتر من 6، ليه مش 5، ليه 4 في الوقت اللي القايمه بتاعت اللاعبين 14 لاعب.
ازاي انا ابقى عندي بلس 6 يعني 7 لاعبين، يعني انا بتكلم على 7 من 14 مصابين، يبقى لي الحق اطالب بتاجيل المباراه. طب ازاي يعني 50% اصابات كورونا يبقى ليك الحق ان انت تاجل المباراه؟ وده برضو النادي الاهلي طالب بتاجيل المباراه 24 ساعه او 48 ساعه وترفض هذا الكلام، وتقال لا احنا 7 لاعبين، ومع ذلك النادي الاهلي قال ماشي احنا ملتزمين بالقرار. ولكن احنا بنتساءل يعني الموضوع بصراحه يعني محتاج اجابات، واجابات سريعه، لان الدنيا يعني كده مش لطيفه. طيب هنروح على القرار اللي بعد كده. القرار اللي بعد كده الحقيقه انه بعد ما اتحاد السله تم اتخاذ قرار وحصل الاصابات بكورونا، قال لك انا مش هلعب الا بالاجراءات الاحترازيه، وهعمل مساحات للاعبين واللاعبات عشان اتاكد. والكلام ده كان في الاسماعيليه، خد مساحات اللاعبين واللاعبات واجل مباراه السيدات بس 24 ساعه. وللاسف حصلت الحادثه الشهيره ان بعض ان ماتش الاتحاد وماتش ايضا السبورتنج وعلى ما اعتقد سموحه ايضا وبرده ماتش السيدات اتلعبوا من غير، بتكلم على مرتبط، من غير المساحات تطلع. يعني الماتشات اتلعبت والمساحات لسه نتيجتها ما طلعتش، وفوجئنا ان طبعا بعد الماتش ان في 7 حالات كورونا. انا بس ادلكم الاحداث عشان تشوفوا النادي الاهلي يعني عدى بصعاب عامله ازاي. والحقيقه تساؤلات احنا مش لاقيينها اجابه حتى الان. ورفضوا تاجيل المباراه اكتر من كده بشكل فيه تعنت شديد جدا. انا بس هقول لكم تعنت شديد، والتزمنا ولعبنا، وفريق المرتبط بتاعنا لعب، والكبير برضو بعد ما طلعت النتيجه طلع عندنا 5 حالات كورونا طبعا، ولعبنا المباراه الاولى. جينا في المباراه الثانيه، في المباراه الثانيه كان عمرو الجندي وعلى ما اتذكر كان ايهاب امين، كان النتيجه بقت سلبيه، لحقوا المباراه ما تمرنوش ولا تمرينه، ولعبنا وكسبنا. طب انت كان الباب اولى ننتظر 48 ساعه حتى نتيجه المساحات تظهر. طيب دخلنا بعد كده ماتش السوبر، كان محدد له 8 يناير. ماتش السوبر كان متحدد له، طب مين طرفي السوبر؟ في السيدات الاهلي وهليوبلس، في الرجال الاهلي و الاتحاد الاسكندري، كان متحدد له 8 هوليوبلس. فوجئنا بقرار تاجيل المباراه ل 26 يناير. طب ليه؟ ما نعرفش. طيب الماتش اتنقل من هيئة قناه السويس لملعب 6 اكتوبر. طب ليه؟ برضو ما نعرفش، ومفيش اي سبب. يعني انا لما باجل مباراه حتى اتحاد الكره نفسه لما بياجل مباراه بيقول ايه اسباب، ايه اسباب سين صاد عين، ولكن بيقول اسبابه. انما احنا الحقيقه كان موضوع صعب جدا. الماتش اتاجل في الوقت اللي كنا بنطالب ب 24 ساعه. في الفتره دي نجح النادي المنافس في تغيير اللاعب المحترف بتاعه. طب انا افهم كده ايه يعني؟ هل يعني ما معلش يا جماعه، ما احنا برضو ما هو لازم يعني حاجات ما لهاش مبرر وما لهاش اجابه، فاكيد بتفتح الباب لتساؤلات وبتفتح الباب لتاكيد معلومات بتتقال على السوشيال ميديا. طب انا في الفتره دي اجلت من 8 ل 26، النادي المنافس غير المحترف بتاعه، في حين لو كان لعبنا 8 ما كانش هنغير المحترف بتاعه. طب يعني 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 القرار كده بالشكل متاخد لمصلحه مين؟ طيب نقل المباراه من صاله هيئه قناه السويس ل 6 اكتوبر ليه؟ ايه السبب؟ برضو ما نعرفش. حصل بقى امور جديده النهارده، عرفنا ان مباراه صاله 6 اكتوبر للاسف، مش للاسف طبعا، الحدث الاكبر يعني كره اليد، محتاجين الصاله في تدريبات الفرق، فتم سحب الصاله في الفتره دي. فدلوقتي بقى عندنا مشكله، هنلعب فين؟ الماتش يوم 26، هنلعب في هيئه قناه السويس ولا نلعب في صاله تانية؟ طبعا كل القرارات اللي انتم شايفينها دي الحقيقه بتفتح الباب لتساؤلات احنا مش لاقيين لها اجابه. ولو ما لقيناهاش اجابه يبقى الكلام اللي بيتقال صح، طالما ما حدش رد علينا وقال لنا يا جماعه احنا بنعمل 1 2 3 ليه، وهنفضل نتكلم واحنا بنتكلم بكل شرعيه. والنادي الاهلي هو النادي الاكبر في مصر التزاما بلوائح الاتحادات، وعمره ما بيلاقي اعذار عشان ما يلعبش او بيلاقي اعذار عشان هيخسر خالص، بالعكس. ودايما بنقارن النادي الاهلي السنه اللي فاتت في عز الازمه وعوده النشاط، النادي الاهلي اللي قال انا مع عوده النشاط في كل الاتحادات، وكان قراره ثابت مع كل الاتحادات. كره القدم، اليد، بالرغم ان احنا كنا تاني الدوري في اليد واصرينا على استئناف النشاط، نفس الكلام في السله، طايره، كل الاتحادات كان راي النادي الاهلي في مع مصلحه الرياضه العليا وسياسه الدوله في ان احنا نقدر نكمل الموسم، وكان مصر النادي الاهلي على ذلك. في الوقت الانديه كلها قالت لك لا ما كملش، بالرغم ده هيبقى عبء مادي على النادي الاهلي، والنادي الاهلي بص للمصلحه العامه. طب منين ان التساؤلات دي ما بلاقيهاش اجابه؟ يا جماعه لو ما حدش رد علينا للاسف احنا كده بنفتح الباب لتاكيد اللي بيتقال، وبيتاكد ان في امور تانية وفي انحيازات وفي كلام احنا طبعا مش عايزين نقوله، ولكن الكلام طالما ما لهوش اجابه وما لهوش تفسير يبقى بياكد الكلام. فاحنا نتمنى
ان قرارات يبقى النادي الاهلي رغبته تتاخد في الاعتبار، لان النادي الاهلي عمره ما بيطلب ولا بيصر على شيء الا اذا كان شيء مشروع، وبيحط المصلحه العامه قبل مصلحه المصلحه الخاصه. فيا جماعه لو سمحتوا، لو سمحتوا يعني بالذات في كرة السلة احنا محتاجين نعرف تفسير لكل القرارات دي اللي ملهاش تفسير خالص عندنا. يمكن انتوا عندكم تفسير، ولو لقينا تفسيركم يا جماعة في المضمون او تفسيركم للمصلحة العامة احنا اول ناس هنقول شابوه واحنا ملتزمين بهذا. ولكن الى ان يأتينا هذا التفسير احنا الحقيقة هنفضل نتساءل ونطرح التساؤلات، وكل قرار هيتاخد هنقول ايه الغرض من وراء هذا القرار. واحنا هنا عشان نتكلم بلسان جمهور النادي الاهلي. خلينا نروح لاخبارنا، معلش طولت عليكم في الموضوع ده، ولكن الحقيقه برضو اللي فاتح نفسي منتخب اليد ما شاء الله 23-17، يعني شفنا احمد الاحمر تعرض لخبطه قويه في الوجه، ولكن الحمد لله خرج وقام بشكل جيد. احمد الاحمر من اللاعبين المهمين، ونتمنى التوفيق طبعا لكل لاعبي منتخب. بس خلينا نروح لاخبارنا المحليه ان شاء الله، ونخلص اخبارنا سريعا عشان نطلع لفاصل وناخد او ينضم لينا طبعا الكابتن اشرف توفيق. يمكن اول خبر معانا كره اليد، اسلام حسن كابتن فريق النادي الاهلي وطبعا صانع العاب منتخب مصر عفوا، قال انه طبعا دخل قائمه الفريق الماتش الاتحاد الروسي او ماتش منتخب روسيا الحالي، وان اول ماتشات المنتخب بدور رئيسي من المجموعه الثالثه رقم 27 وتستضيفها مصر من 13 ل 31 يناير. اسلام حسن دخل مكان اكرم يسري الجناح الايمن للمنتخب. الحقيقه غياب اسلام حسن كان علامه استفهام عندنا شويه، لان اسلام حسن من اللاعبين اللي احنا بنقول عليه المايسترو، لانه بيجيد توزيع الباصات في الملعب، وبيجيد ان هو امتى يهدي وامتى يسرع الملعب. وجوده افتقدناه بشكل. اسلام حسن موجود في المباراه اداؤه، يعني لما لعب اسلام حسن النهارده شايفين ظبط وربط في الملعب بشكل كبير. احنا كان عندنا تساؤلات، ولكن هم دول لعيبه مصر، يلعب ما يلعبش انا موجود، واول ما اتاحت له الفرصه كان بيأدي وقوه. نتمنى اسلام حسن ياخد مساحته الحقيقيه عشان يقدر يأدي ويساعد منتخب مصر. وانا بقول لكم الثلاث ماتشات اللي جايين ابتداء من النهارده هتشوفوا المنتخب بشكل تاني خالص بمشاركه اسلام حسن بقوه واساسي في الفريق. طيب قائمه المنتخب 16 لاعب، كريم هنداوي، عصام الطياره اللي بيعمل ماتش كويس جدا النهارده، حارس المرمى ابراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وسام سامي نوار، يحيى خالد، احمد الاحمر، محمد سند، اسلام حسن، يحيى الدرع، احمد هشام السيد، وحسن وليد قداح، عمر الوكيل، سيف الدرع، احمد مؤمن، علي زين. الحقيقه المنتخب كله طبعا بيأدي اداء كويس، وكنا كسبنا ماتشين، كسبنا تشيلي وكسبنا مقدونيا وكسبنا من السويد 24-23، وماتش روسيا الحمد لله 24-17. حتى الان نقدر نقول يعني ان شاء الله ان المباراه تقريبا اتحسمت لمصر وتبقى اول نقطتين في الدور الرئيسي. طيب هنروح للسوبر سيدات كره السله. يمكن الاهلي كان بيلعب جزيره الوالد بيست اوف 3، انا اسف رجال، كان بيلعب في السوبر. انتوا عارفين السوبر الاول بيلعب ال 16، فالنادي الاهلي كان بيلعب جزيره الورد، كان بيست اوف 3. الاهلي كسب المباراتين ورا بعض، وكسب المباراه هناك 95-77، وكسب المباراه اللي اتلعبت في صاله الامير عبد الله الفيصل 91-40. كده النادي الاهلي تاهل لنهايات السوبر. هيبقى 8 فرق هيلعبوا ان شاء الله في الثمانيه الكبار. كاميرا الابطال كانت في المباراه وصوروا التقرير، نشوف التقرير واجي لحضراتكم تاني. الحمد لله يعني جزيره الورد نادي يعني في مجموعه لعيبه مجتهده وجهاز فني محترم، حاولوا على قد الامكانيات اللي معاهم ان هم يجاروا النادي الاهلي، بس طبعا اكيد في فروق في الامكانيات. الحمد لله اللعيبه يعني النهارده ادت اداء افضل من المباراه اللي فاتت، اكيد تركيزهم كله رايح ناحيه ماتش السوبر، واحنا بنحاول نجهز اللعيبه دايما للماتشات الحاسمه يعني. فاحنا يعني يمكن بنتمرن بلود مختلف شويه، يعني مالوش علاقه ان احنا عندنا ماتشات قوي الفتره دي، عشان بتحاول تجهز اللعيبه اللي كانت لسه بقى لها فتره في كورونا وفي اصابات. فربنا يكرم ان شاء الله ونبقى في المواعيد الكبرى يعني اللعيبه كلها جاهزه ان شاء الله. مباراتين بتوع جزيره الورد كانوا اعداد كويس لينا لمباراه السوبر ان شاء الله. كنا واخدين الماتشين دول ان احنا الفرقه ان شاء الله كلها القوام الاساسي بتاعها يرجع لاصابات، والناس اللي كانت تعبانه ترجع للمستوى المعهود، والحمد لله الماتشين دول قدرنا ان الفرقه تكمل الحمد لله،
وان شاء الله فاضل اقل من اسبوع على مباراه السوبر، ان شاء الله نجهز واحده واحده كده باذن الله للمباراه يوم. طبعا بطوله الدوري المرتبط احنا كسبناها واحنا ناقصين، واللعيبه كانت راجعه من كورونا واللعيبه كان فيه اصابات، عوضنا الكلام ده كله بالروح، كان باين علينا ان احنا مصرين على المكسب، والحمد لله ده كان عهد ما بيننا من بدايه الموسم. ان شاء الله كابتن اشرف بيتكلم عليه، يعني الفرقه بدات ترجع، ما ينفعش ان احنا الروح دي تقل، ان احنا يعني رجعنا فخلاص لا احنا كملنا فهنكسب، لا الروح لازم تبقى موجوده، التمرين اقوى الفتره اللي فاتت، الفرقه كملت، ان شاء الله باذن الله عيننا على السوبر ان شاء الله الخطوه اللي جايه، وان شاء الله ربنا يكل تعبنا ومجهودنا ان شاء الله بالمكسب. يعتبر استعداد للسوبر، عندنا السوبر يوم 26، ماتش مهم طبعا النهارده، حاجات كابتن اشرف كان قايلها لنا، بس يعني الحمد لله قدرنا نطبق شوية حاجات كده هنعملها في ماتش السوبر، ربنا يسهل بإذن الله. مرتبط دي كانت أول خطوة، هو مش ثلاثية، في السنة دي أربع بطولات، يعني في لسه في السوبر وفي الدوري وفي الكاس لسه، يعني يعتبر ما لعبناش حاجة دي، بس يعني يعتبر المرتبط ده خطوة ضمن أربع خطوات لسه جايين يعني، وإن شاء الله هنعمل اللي علينا وزيادة، والناس يعني هتشوف ده، هتشوف اللي احنا عملنا اللي زيادة، وربنا يوفقنا بقى في الاربع ثلاث بطولات الجايين ان شاء الله. كنا واخدينه عشان انها تبقى تمرينه قويه لماتش السوبر، كان في حاجات معينه عايزين نطبقها في الماتش بتاع الاتحاد، حاجات فنيه يعني، كنا نازلين نطبقها حتى لحد اخر دقيقه بنلعب في الجيم حتى وسكور حاجه 40، كنا عايزين نطبق شويه حاجات جمل يعني مع بعض. احنا دلوقتي الفرقه اول مره تكمل، حتى ناقصين بس عمر طاري عنده شد في الضمه، فكنا محتاجين يعني نعمل شويه حاجات كاش انسجام عشان نجهز لماتش الاتحاد الاسكندريه. والله احنا واخدين خطوه بخطوه، دلوقتي احنا ما بنفكرش غير في بطوله السوبر مع الاتحاد الاسكندري يوم 26، هي دي شغلنا الشاغل من بعد بطوله المرتبط، يعني زي ما بيقولوا اتبسطنا يومين ثلاثه كده، رجعنا تاني بكامل تركيزنا بنتمرن بمنتهى القوه بقالنا ثلاث اسابيع عشان الماتش ده، هو ده هدفنا دلوقتي، عشان بعد كده نلعب ماتشين في الدوري وهنقف شهر في تجمع منتخب، فاحنا دلوقتي مركزين في البطوله دي جدا، وبعد كده بقى بعد الوقف يعني يبقى في كلام تاني بعد الدوري والكاس، بس احنا دلوقتي تركيزنا كله بطوله سوبر، واخدينها خطوه خطوه بطوله بطوله ان شاء الله. يمكن كرة السلة الحقيقة عندهم مشوار طويل قوي السنة دي، يعني المباريات كتير ومتكررة وبيست اوف 5 وبيست اوف 3، والموضوع هيبقى طويل وشاق، فلازم الحقيقة يبقى في استعانة بكل النجوم وكل الفرق، وده اللي بيعمله كوتش أشرف دلوقتي، حتى اللعيبة المصعدة زي محمود وليد وزي عمرو زهران وزي عبد الله ناصر، اللعيبة دي كلها أكيد ليها دور، وبودي حسام اكيد يعني اللعيبه دي بقى لها دور كبير، يعني لما يبقى قيمتك 19 لما تبقى قيمتك 14 لاعب. طيب هنروح لكره السله سيدات، وبرده نفس الكلام كانوا بيلعبوا طبعا مع احترام ثمن النهائي عشان التاهل لدوري السوبر، وفزنا الحمد لله في المباراتين بنتيجه 64-22 و57-36. الحقيقه طبعا الاهلي طلع الدور الرئيسي مع سبع فرق ثانيه، هم سبورتنج، سموحه، الشمس، الجزيره، الصيد، هليوبلس، مصر، التامير. وتاني بفكر ماتش سوبر لكره السله سيدات هيبقى الاهلي وهليوبلس، الاهلي حامل لقب دوري السوبر اللي فات وهليوبلس حامل لقب الكاس، والحقيقه يعني هيبقى ماتش قوي لان هليوبلس الحقيقه عامل فرقه كويسه ومع جهاز فني محترم، فالحقيقه تبقى المباراه مهمه جدا. خليني اقول لكم مفاجاه، يعني يمكن سبق لينا احنا هنا، بطوله افريقيا ان شاء الله للسيدات هتقام في شهر مارس، النص الثاني من شهر مارس هتتعمل في مصر، وان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره جدا لو اتعملت في مصر باذن الله النادي الاهلي هيشترك فيها، واحتمال تبقى احد الفرق الاخرى من مصر هتشارك او فرقتين كمان من مصر هتشارك، يجي بطل انجولا ويجي بطل موريشيوس والفرق القويه دي. الحقيقه البطوله دي كان النادي الاهلي السنه اللي فاتت قاب قوسين او ادنى انه ياخدها لولا فاول كده في على اللاين حصل مع او هاله شعراوي، يعني الحكم صفر عليها فاول في وقت هي ما كانش فاول الحقيقه، وكل الناس قالوا كده، فالحقيقه النادي الاهلي قاب قوسين او ادنى، وبيبقى لنادي الاهلي الحق انه يستعين بمحترفه ثانيه، فبتبقى الدنيا يعني قريبه جدا، وبيبقى الفريق اقوى بشكل كبير في وجود طبعا ثريا ووجود طبعا كايلا واللعيبه كلهم اللي موجودين على المستوى عالي، هتبقى احنا قريبين جدا من البطوله، فده انفراد لينا يعني الحقيقه ان خلاص بنسبه كبيره، نسبه 99% بطوله افريقيا للسيدات في النص الثاني من مارس هتكون في مصر باذن الله. طيب هنروح لكره الطائره، بتروجيت، النادي الاهلي كان عنده بتروجيت وقدر الحقيقه يكسب 3-0 وحافظ على الصداره. خليني اقول لكم ان بتروجيت السنه دي من يعني من الفرق المرشحه بقوه للمنافسه على الدوري، طبعا ليه؟ لانه
مدير فني هاني مصلحي، ويعني عمل تدعيمات في لعيبه معارين من الاهلي. فالحقيقه الفرقه كويسه، ولكن طبعا النادي الاهلي فرض سيطرته وكسب 3-0. والماتش كان طبعا اتلعب على صاله الامير عبد الله الفيصل امبارح. صورنا تقرير بعد الفرقه، نتفرج عليه ونرجع لحضراتكم تاني. الشهر اللي فات كان عندنا 10 حالات كورونا، قعدوا تقريبا اسبوعين لعيبه، وكنت انا معاهم ال11. يعني كان فتره صعبه جدا في يعني لما ارجع يعني الدنيا كانت صعبه قوي. اللعيبه بشكرها جدا على ال10 ايام اللي فاتوا، لعبنا في 11 يوم 5 ماتشات، ده حمل كان كبير جدا على اسبوع واحد تدريب اللعيبه كلها اتجمعت فيه. فانا بشكر اللعيبه جدا جدا على الحمل دوت. على فكره فرقه بتروجيت وفرقه القناه جايبين 2 محترفين كل فرقه. الحمد لله النهارده الماتش مش الحمد لله زي ما احنا عاوزين. ضغطنا بالارسال كويس جدا، وكان هو نقطه تحول بالنسبه للماتش او خلى الماتش فارق كده. فاولا انا بشكر اللعيبه جدا، عارفه قيمه النادي الاهلي كويس قوي. رغم ان هم كانوا تعبانين، انا فعلا يمكن اديت 11 يوم ورا بعض ماتشات وتمرين، هم قدروا يتحملوا، فده انا بشكرهم جدا جدا عليه، خصوصا اللعيبه الكبار. يعني النهارده عبد اللطيف عامل ماتش كويس جدا جدا، ربنا يعني يكرمه. طبعا احمد وعبد الله مش عايز اتكلم عنهم يعني كتير، لانهم فعلا حاجه محترمه جدا، واللعيبه الصغيرين وكل الناس كانت ايده واحده يعني بصراحه في الفتره اللي فاتت. انا بشكرهم جدا على الفتره اللي فاتت. والله انا يعني الحمد لله في 7 أو 8 بيتمرنوا معايا الفتره ديت. طبعا فتره اللي هي الادوار التمهيديه في ناس بتاخد، في ناس من 17، في ناس من 19. الحمد لله في ناس بتاخد ماتشات الى حد ما، لو كان يسمح الوضع يعني ان هم يلعبوا بيلعبوا يعني وبيأدوا. الحمد لله النادي الاهلي غني بالناشئين. يعني زي ما قلت لك في 7 بيتمرنوا يعني يوميا معايا وبيأدوا اداء كويس. انا بحب اطمن الجمهور ان شاء الله ان فرقه النادي الاهلي الكره الطايره فيها مخزون يعني. ان شاء الله الفرقه النهارده كانت مركزه بشكل كبير، ماتش كويس. فرقه بتروجيت فرقه محترمه، فيها لعيبه كويسه وعناصر كويسه وفيها لعيبه محترفه، فاللعيبه كانت كلها الحمد لله النهارده واخدين الماتش بشكل في تركيز كبير، والحمد لله ده بان في اداء في الملعب. الحمد لله على اللعيبه كلها الفتره دي بالذات، اهم حاجه يعني ان احنا كل الناس تاخد بالها من نفسها. انت ممكن في اي ماتش تلاقي في اي عنصر مش موجود لاي سبب صحي او لاي حاجه، فلازم الناس كلها تبقى مركزه. الموجودين كلهم معانا عناصر كمان مش شباب موجوده بتتمرن معانا، فلازم يبقى طول الوقت في ناس كبيره معانا كتير، علشان احنا مش عارفين الظروف قدام في ايه. احنا عندنا 4 بطولات، فربنا يكرم ان شاء الله تبقى الناس طول الوقت مركزه ومحدش ينقص مننا ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. يمكن انت لما بتلعب بتركيز وبتلعب بشكل جد كل ماتش، فالموضوع بيفرق نفسيا وبيخليك تدخل اي ماتش ليك ادفانتج كبير على الفريق اللي قدامك، بس ده كله بيجي بمجهود كبير جدا يعني يمكن بيظهر في الماتشات في التمارين وفي الفتره دي، بس الحمد لله اللعيبه قد الكلام ده. والله الحمد لله زي ما بنعزم دايما ان شاء الله ان احنا البطولات اللي هنخشها كلها ان شاء الله هنلعب عليها لاخر وقت، وان شاء الله نحققها وزي ما وعدنا الجمهور ان شاء الله. طبعا الاداء يعني ما شاء الله كويس، الاستعداد برده كان كويس، وده باين في الماتش ومن النتيجه ومن الاداء اللي كان في الماتش. وطبعا الماتش ده يعتبر من اقوى ماتش في المجموعه بتاعتنا، فطبعا استعدنا كويس والحمد لله ربنا كرمنا في الاداء والنتيجه برده. هو كان في طبعا يعني التمرين الفتره اللي فاتت دي كان مكثف جدا بسبب الناس اللي بعدت عن الملعب فتره، وطبعا كان في تاثير في الاداء بقى والبدني برده. يعني دلوقتي الفتره اللي فاتت هم مهتمين بالبدني جامد جدا والفني برضو، وطبعا ان شاء الله يعني هيقدروا يعدوا المرحله دي ونبقى احسن من كده بكتير. يعني طبعا نوعد الجمهور ان احنا ان شاء الله يعني البطولات، يعني طبعا احنا بننافسش غير على البطولات، هم عارفين كده كويس وبتدعمهم ان شاء الله، وربنا يوفقنا ونفرحهم بقى بالبطولتين ان شاء الله. الحقيقه لما بنشوف اخبار الكره الطائره رجال الماسترز زي ما بيقولوا او احنا مسمينهم، ببقى سعيد جدا الحقيقه. بتحس ان الفرقه دي يعني في كوكب تاني،
ما شاء الله سواء هم او السيدات، الحقيقه حاجه تشرف. ما فيش بطوله بيخشها ما بياخدوهاش. الحقيقه الكره الطائره رجال وسيدات زي ما بيقولوا يعني بتحلق في مكان تاني. وبفكركم ان الرجال عندهم مباراه بعد العوده ان شاء الله، او يعني بعد الاسبوع اللي جاي يوم الجمعه الجاي مع هيئه قناه السويس، هيبقى على صالتنا برضو. وطبعا انتوا عارفين ان كان في ماتشات مؤجله بس اتلعبت خلاص، فهم ماشيين كده الماتشات تبعا للجدول اللي محطوط من بدايه الموسم. خلينا نروح لكره الطائره سيدات طبعا بقياده الكابتن حمدي الصافي. الفريق كان عنده مباراه مع نادي الشمس وفاز 3-0 ايضا، والماتش كان اتلعب يوم الاثنين اللي فات على صاله نادي الشمس، فطبعا كانت مباراه مهمه كده. عندنا 9 نقط من 3 مباريات يعني العلامه الكامله. وطبعا في ماتش مؤجل مع سبورتنج، وكان نتيجه اصابه اكتر من لاعيبه في سبورتنج بفيروس كورونا، ربنا يشفيهم، هم الاحسن كتير واكيد المباراه تتلعب دلوقتي. بس خلصت مباراه مصر وروسيا بفوز مصر 28-23. الف مليون مبروك منتخب مصر. الحقيقه نقطتين مهمين جدا جدا جدا، لسه فاضل لنا خطوتين عشان يعني ان شاء الله نقدر نعوض الخساره بتاعت السويد. الماتش اللي جاي برده مش سهل، بيلاروسيا، الماتش اللي ورا سلوفينيا، يمكن مباراتين جامدين. احنا ما كناش نتوقع الاداء في ماتش روسيا كده، ولكن الولاد شرفونا. ولكن اشراك اسلام حسن بالوقت اللي يستحقه واحمد الاحمر والطيار ادى للمنتخب قوه كبيره جدا، وكان علامه استفهام كبيره ان اللعيبه دي بعيده. طبعا مع احترامنا للكل وكل اللاعبين مهمين، ولكن يعني اللعيبه دي لما بتشارك خبرات وتراكم خبرات انا الحقيقه مش عارف بتقعد بره تعمل ايه. فالحقيقه طبعا بعد ما اشتركوا، وده مش عيب ان الجهاز الفني والرؤيه الفنيه بتتغير مع البطوله. خليني اقول لكم البلاير اوف ذا ماتش هنشوف، يمكن هيعلنوا عنه دلوقتي. الحقيقه يعني زي ما بقول لكم اللعيبه اللي هم جيل 30 28 29 سنه تراكم خبرات، ما عادوا بره يعملوا ايه. احمد الاحمر خد طبعا زي ما قلنا احمد الاحمر خد يعني مان اوف ذا ماتش او لاعب المباراه، وبيستلم طبعا الجائزه زي ما قلنا. احمد الاحمر، اسلام حسن، الطيار، وفي لعيبه كتير جدا كان عليها علامه استفهام ان هي محطوطه. طبعا وزير الشباب والرياضه بيسقف لهم، ويعني الحقيقه منظر جميل جدا. الف مبروك لمنتخب مصر. اذا هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل او يعني ان شاء الله عشان نستقبل ضيفنا الكابتن اشرف توفيق المدير الفني الفريق الاول لكره السله رجال، وايضا مدير فني منتخب مصر السابق، ولكن بعد الفاصل. هو واحد من مجددي كره السله المصريه وأحد خبراء اللعبة، أخرج لمصر العديد من المواهب والأسماء الرنانة، يمتلك شخصية قوية قادرة على اتخاذ المواقف في أصعب التوقيتات. هادئ بطبعه داخل الملعب لكنه شرس إذا ما اقتضى الأمر ذلك. إنه الكابتن أشرف توفيق، حاصد الذهب وأحد صانعي تاريخ كرة السلة الأهلوية، حيث حصد العديد من الألقاب داخل القلعة الحمراء أو خارجها، وله من التجارب الكثير. فبالنظر لبداية توفيق مع الأهلي، فقد كانت مع الكابتن عادل شرف كمساعد مدرب خلال الفترة من عام 1994 وحتى عام 1997، وحقق خلالها الفريق ذهبية كأس مصر قبل أن يتقلد مهام الرجل الأول ويحصد مع المارد الأحمر العديد من البطولات سواء محلية أو عربية أو قارية. فالأهلي تحت قيادته الفنية حصد لقبي بطولة إفريقيا للكؤوس عامي 1998 بالقاهرة و2001 بالسنغال، إضافة إلى برونزيتي بطولة إفريقيا عامي 2005 و2013. كما حصل مع الشياطين الحمر على 3 ألقاب للدوري الممتاز أعوام 2000-2001-2012، ومثلهم لكأس مصر أعوام 1999-2005-2011، وحقق دوري المرتبط أيضا في 3 مناسبات أعوام 2005-2006-2020. كما نال مع الفريق برونزية البطولة العربية عام 1999 بالقاهرة، وفضية نفس البطولة بلبنان في نفس العام، إضافة إلى فضية عام 2000. وأخيرا حصل مع أبناء القلعة الحمراء على 4 ألقاب لبطولة منطقة القاهرة أعوام 2000-2005-2006-2012، علما أن البطولة كان يشارك بها الأهلي والزمالك والجزيرة، وهو ما جعلها بمثابة بطولة دوري عام مصغرة. وقاد نجمنا اليوم فريق سموحة السكندري لمعانقة المجد الإفريقي بعد قيادته لحصد برونزية بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 2019،
كما حصل مع الموج الأزرق على فضية الدوري الممتاز عام 2018، إضافة إلى برونزية بطولة كأس مصر عام 2017. خاض توفيق تجربة احترافية خارج القطر المصري وكانت بشعار نادي الشارقة الإماراتي، وحصد معهم بطولة كأس رئيس الدولة عامي 2009 و2010، وقاد أسطورة التدريب الأهلوي منتخبنا الوطني للحصول على عدة بطولات قارية وعربية، كان أهمها ذهبية بطولة إفريقيا للشباب عام 1998، وفي نفس العام حصل على ذهبية بطولة الجزائر الدولية، وحقق رفقة الفراعنة ذهبية البطولة العربية عامي 1999 و2000 بالأردن والجزائر على الترتيب، وتوج بذهبية دورة الألعاب العربية عام 2004، كما حصل مع منتخبنا الوطني على المركز الخامس بدورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا عام 2005. أشرف توفيق ينتظر منه جماهير الأهلي العديد من الألقاب خلال الأعوام المقبلة، وتفريغ مواهب صاعدة للدفاع بقوة عن ألوان القميص الأحمر. أهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيفي طبعا الكابتن أشرف توفيق. أنت شفت ملخص طبعا عن تاريخه، ولكن في كتير هنعرفه من كوتش أشرف. أهلا بك يا كوتش. أهلا بك. أهلا بك كابتن. يعني أنا ما كذبتش لما قلت أن حضرتك دخلت كرة السلة الحديثة في أول ألفينيات مصر، وكان ليك رحلة خارج مصر واحتكاكك بالمدارس المختلفة سواء الأوروبية والأمريكية، ومن هنا كانت بدايتك يا كوتش. كلمنا على البداية. واللي انت ذكرته ده هذا من فضل ربي يعني، واصحاب حقوق عليا كتير يعني. يعني في ناس كتير قوي انا اتعلمت منها، ربنا سخرهم لي في حياتي يعني. يمكن اولهم كابتن محمود احمد علي الله يرحمه، رحمه الله عليه، يجي بعديهم على طول كابتن طلعت جنيدي، ده كان ابويا الروحي رحمه الله عليه. اتعلمت من الناس دي كتير جدا، كابتن علي الشرف الله يرحمه، كابتن ممدوح شكري، بعض المدربين الاجانب. ربنا كرمني برضو ان انا يعني من اول لحظه، حتى انا بدات على فكره دي رسالتي دايما بقولها لكل المدربين الصغيرين، يعني انا بدات ميني باسكت بنات. دي اول مره انا لا انا بدات ميني باسكت بنات يعني يعني بدات من 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 اخر السلم خالص، من تحت خالص يعني. صحيح. وفاكر كويس يعني، يمكن يعني احد الزملاء بدون ذكر اسمه يعني، وانا كنت بنزل التمرين والله كابتن ناس يعني يعني نازل من دي 1 محضر ومعايا ستوبوتشي ومش عارف ايه يعني، شكلها ولا كانك بتتري عليا يعني، ولا كانك ماسك منتخب مصر. اقسم بالله فكرت دلوقتي احد الزملاء يعني احترم شغلك اللي انا بحترمه يعني. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني ده فضل من ربنا وفضل من ناس كتير قوي في سكتي ساعدوني، على راس على راسهم طبعا ابويا. انت عارف انا من عيله طبعا كلهم مدربين وكده، رحمه الله على ابويا وعمي. فزائد بقى طبعا كابتن محمود عمد علي، كابتن طلع الجنيد رحمه الله عليهم، كابتن علي شرف رحمه الله عليه، كل الناس دي، كابتن ممدوح شكري. بس يا كابتن حضرتك ابتديت يعني تدريب صغير يعني، حضرتك بطلت باسكت صغير وابتديت تدريب في اول الثلاثينات يعني، كان ده برضو على ما اتذكر يعني، وكان سنك صغير جدا، وكمان يا كوتش انت كان عندك هدف، انت عايز تتعلم، وسافرت رحت المانيا قعدت فتره تهيالي على ما اتذكر، ورحت روسيا صحيح، واحتكيت وكنت بتطلع اعاشات على حسابك يعني، كنت بتطلع صربيا يعني، مره كنا مع المنتخب في صربيا ولقينا حضرتك جاي على حسابك وبتعايش الصرب، فده برضو ثقل او يعني خلاك تتعلم الباسكت الحديث اللي دخلت بيه مصر. دي حقيقه انا يعني دايما، لان انا لحضرتك هو ابويا كان مدرب، فانا عارف ان انت لازم عشان تشتغل حاجه تشتغلها صح يعني، لازم يبقى الواحد كواليفايد. وطبعا يعني من ضمن اصحاب الحقوق عليا النادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي يعني لولا النادي الاهلي لم يكن اشرف توفيق، لان النادي الاهلي صرف عليه كتير في خلال مجلس الادارات من ايام كابتن صالح ورب كابتن حسن ورب كابتن خديب، اتصرف عليه كتير دي الامانه يعني. ويمكن الناس ما كانتش ممكن ما كانتش تعرفني، بس هم مجرد ان هو بيتنقل لهم صوره ان عندنا ولد مجتهد كذا كذا، فبعتوني كتير، بعتوني يعني حالات كتيره، وكانت معظمها على حساب النادي الاهلي وعلى حساب اتحاد الباسكت يعني. الحقيقه انا ربنا سخر لي ناس كتير بشكرهم وبترحم عليهم دايما، وبحمد ربنا على ما انا يعني ربنا كرمني بيه. وخلينا نروح لمنتخب مصر يا كابتن، يعني برضو حضرتك مع المنتخب كان ليك تواجد قوي جدا، ومفيش انا اتذكر بطوله انت دخلت فيها مع منتخب وخسرت على ما اتذكر يعني. انت كنت حتى بطوله الالعاب العربيه في الجزائر وكانت شهيره جدا، وكنت انا ليا الشرف ان انا لعبت مع حضرتك،
وكان الحقيقة مع المنتخب ليك بصمة كبيرة جدا وليك رؤية في اللاعب، يعني اختياراتك في المنتخبات ليك رؤية في اللاعب. كلمنا عن مشوارك مع المنتخبات. بفضل الله زي ما انت قلت انا يعني بدأت التدريب 88 سنة 88 كان عندي 36 سنة. سنة 98 سنة 98 كان عندي 36 سنة. سنة 98 انا كنت ماسك نادي الاهلي وفي اخيرا مسكت منتخب مصر فكسبت الحمد لله. كان في بطولة تقيلة قوي افريقيا مش عارف تالي كنت معايا كنت فيها كنت كانت معايا وكانت بطولة تقيلة جدا. كان في السنغال بطل افريقيا كانت ونيجيريا ونيجيريا كسبناهم كسبنا سوريا بطل روسيا بطل اسيا سوريا ولبنان ونيجيريا والسنغال والسعودية اللي كانت بطولة كبيرة بالنسبة لي اتعملت مرة واحدة وكسبناها احنا وما اتعملتش تاني وكسبنا بطولتين أمم عربية ودورتين ألعاب عربية وغير بطولات يعني موجودة في التقرير انتوا. فالحمد لله يعني تجاربي مع منتخب مصر كويسة وقعدت كتير ساعدت المدربين كمان تقال في منتخب مصر فبرضه دول من الناس اتعلمت منهم ماريو كيسلر ماريو بلازوني يعني يعني كان مارك كيسلر برضه حضرتك اشتغلت معاه فترة يعني مثلا اسمه مارف كيسلر ده اللي كان ده جه عشان يعلم اشرف توفيق هو اختار يقعد مع سبع ثمان مدربين فاختارني من ضمن يعني الاثنين مساعدين بتوعه بس فكنت دي اول مره اعرفها دي كلش يعني هو مارف كيسلر كان حضرتك كان هو يعني حضرتك اختياره لان احنا كنا كان هو اللي اختار عليك كان ماسك الاتحاد ده كلام ما بيتقالش ما احنا برضو هو اختارني يعني انا تقريبا اختارني انا وعصام عبد الحميد ودكتور رفيق يوسف صح بس انا كنت بقى يعني ايه شغوف للعلم فكنت بس بشربه شاي في الماريوت غالي قوي ما هو بشرب شاي في الماريوت بس انا عملت عنده عايز تتعلم انا احب اعمل حاجه صح يعني ما ينفعش باسكت بول از رولز يعني كل حاجه في الرياضه فيها رولز يعني حتى في الكوره يعني انا فاكر كويس حتى حاجات كان بيقولها جوزيه كنت بحاول اسيب منها في الباسكت يعني يقول لك يعني ترجع كوره مانويل جوزيه في الكوره كابتن حتى في الكوره طبعا لانه يعني يقول لك لما تيجي تضيع وقت تضيع وقت ازاي لازم الكره تروح على الخطوط ولو هي رجعت ترجع على الخطوط وبعدين تروح على ازاي فهو كل حاجه فيها رولز بس التطبيق بيبقى وفقا لامكانيات اللعيبه اللي معاك وفقا لعدد ساعات تدريبك وفقا للكيمياء اللي بينك وبين اللعيبه كده علاقه ناديك بالاتحاد كل ده يعني الباسكت مش لما تيجي تكسب صعب جدا لان الكومبيتيشن عالي مش في الملعب بس في حاجات كتيره قوي انا بقى يعني للاسف انا بجيلي في الملعب يعني دي ده يمكن حضرتك راجل مركز في شغلك انا بجيلي المستطيع يعني ومش بحب يعني ارجي كتير ولا يعني الحمد لله رب العالمين يعني. انما هي الحقيقه لازم يبقى فيها انا دلوقتي يعني موضوع مختلف مجلس اداره مهتم جدا بيدعم جدا معايا جهاز اداري وفني عالي جدا معايا كابتن مصطفى معايا احمد الجرحي معايا طارق الجنان مدير اداري معايا جهاز كويس لغايه الدكتور تغذيه معايا فالكلام ده كله واحمد عادل طبيب حاجه جميله جدا جدا زائد برضو في اوقات كتير قوي زمان احنا كنا بنلعب من غير اجانب النادي الاهلي كنا بنلعب من احنا النادي الاهلي لعبنا حوالي 15 سنه منهم انا مثلا 6 7 لعبت من غير اجانب كنت بتنافس وبتاخد بطولات يعني النهارده لما تيجي تلعب تاخد بطولات عربيه بتبقى في الفاينل وانت بتلعب دي ثلاثه اجانب دي بطولات طب حتى بطولتين افريقيا انا كسبتهم انا بدون اجانب ما انا عارف وكان دي كانت سياسه النادي الاهلي ولكن بعد ما حصل تطوير في موضوع الاجانب بدا النادي الاهلي يستعين بالاجانب مرورا بكل الاجانب لغايه ما وصلنا لاليكس بس انا عايز يعني ايه في كواليس بقى احنا عايزين نعرفها كوتش في البرنامج ودي طبعا فرصه نعرفها من حضرتك وقت ما تعرضت عليك المسؤوليه حضرتك كنت ماسك نادي سموحه وتعرضت عليك المسؤوليه احكي لي الكواليس لان طبعا حضرتك كنت في سموحه زي ما بيقولوا يعني النجم المفضل حتى عند رئيس النادي طبعا المهندس فرج عامر فكان انتقالك من سموحه للاهلي ده كان بقصه يا ريت حضرتك تحكي لنا برضو اول يعني طبعا نادي سموحه له منه كل التقدير والاحترام بالذات المهندس فرج عامر انا يعني عشت 3-4 سنين يعني خبير اجنبي صحيح بفضل الله يعني صحيح. الراجل كان يثق فيا جدا والنادي كله النادي كله حتى الكوره يعني كنت الحمد لله كنت مبسوط يعني انما النادي الاهلي طبعا اول لما كلمني يمكن دي صوره لحضرتك مع المهندس فرج عامر واحنا كنا نادي لتقدير يعني جدا قد هو بيقدر حضرتك وحضرتك لسه بتقول يعني 3 سنين او 4 سنين كنت بتتعامل كخبير اجنبي وده قدرك يعني دي حقيقه كنت بقى
لا اله الا الله. كنت في بطوله افريقيا بتهيألي يا كابتن لما اتعرض عليك تيجي الاهلي ولا كان قبليها؟ كنت في بطوله افريقيا فانا يعني طلبت من كابتن رؤوف عبد القادر ان انا اخلص افريقيا وبعد افريقيا يبقى في خطوات. اولا ان لازم المهندس فرج يوافق لان انا الحقيقه كنت ماضي سنه انا يعني النادي الاهلي يعني اجي جاري في سبرنت يعني ده هو صاحب الفضل عليا فقرر ان انا ارجع ده مش 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 محتاج ان انا افكر ان ده بيتي ومستقبلي فيه مدرب مدير وقت نادي النادي الاهلي نشاط يعني حاجه يعني كل واحد بيامل ان هو يعني يتدرب فده بيتي ومجلس اداره ده يعني انا متربي معاهم تقريبا عارف وعارف قد ايه كابتن الخطيب يعني ده وغيره يعني احنا كلنا أسرع. كلنا بوشنج النادي الاهلي انما فكان لازم بس يعني الواجبات واحترام المهنه وكذا وكذا فالحمد لله رب العالمين يعني ان الموضوع كابتن المهندس فرج اتفاهم. حضرتك اتكلمت معاه يا كابتن يعني حضرتك اتكلمت مع المهندس فرج قلت له يعني النادي الاهلي والله انا يعني لا المهندس خالد اتكلم المهندس خالد مرتجي يمكن مشكور يعني اول مره اقول الكلام ده يعني حد انا بحترمه جدا جدا وبحبه فوق الخيال يعني الكابتن حسن حمدي بنفسه اتكلم المهندس فرج طبعا وبالتالي المهندس فرج يعني عامر كان مقدر ده المهندس فرج يعني الحمد لله انا كنت لسه ليا سنه في عقدي وحضرتك بتحترم عقدك وانا بحترم عقدك فطبعا مش هينفع تمشي قبل النادي الاهلي نفسه بيحترم الكلام ده هو يعني فطبعا الحمد لله رب العالمين طيب. يعني انا مبسوط ان انا قدرت يعني ابقى سفير من سفراء النادي الاهلي في نادي تاني اتنقل في اللعبه وعملت مشوار فيه واللي اللي ماسكين دلوقتي هم اللي كانوا بيساعدوني ما شاء الله المطراوي ده واحمد عجلان المجزره ناس على اعلى مستوى فهم مكملين كويس ان شاء الله وربنا يوفقهم دايما ورجعت بقى يعني احاول ان انا اظبط الدنيا خطوه بخطوه بس انا عايز بقى يعني احنا خلاص الحمد لله حكينا مع حضرتك قصه الانتقال وازاي حصل يعني احترام من النادي الاهلي ولحضرتك لاداره نادي سموحه في الانتقال ولكن عايز اعرف بقى رؤيتك الفنيه للفرقه بس خلينا نطلع لفاصل وارجع لحضرتك عشان نعرف رؤيتك الفنيه للفريق في الوقت ده وقت ما استلمت المهمه اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع كوتش اشرف توفيق عن الفتره اللي كان فيها استلم الفريق ورؤيته الفنيه للفريق ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع كابتن اشرف توفيق المدير الفني للفريق الاول لكره السله رجال ومدرب منتخب مصر السابق كابتن كوتش اشرف كنا بنتكلم قبل فاصل عن بدايه توليك المهمه مع النادي الاهلي من سنه ونص تقريبا او سنه يعني سنه ونص كان ليك رؤيه فنيه للفريق لما جيت وطبعا انت ما كنتش بعيد ما انت كنت في الدوري وشايف اول ما جيت الفرقه قلت الفرقه محتاجه ايه ايه اللي حضرتك قلت هبتدي بيه على طول شوف انا في رايي يعني أو يعني حاجة واضحة جدا الفرقة بتبدأ كويس قوي وبتخلص وحش ده كان بالنسبة لي عامل من اتنين أو الاتنين النقطة الأولانية ما أقدرش أتكلم فيها لأنها حاجة يعني ممكن حاجة بدنية حاجة فنية مع يعني ما أقدرش خصوصا أن أنا يعني مش جوه الفرقة ومش يعني هتبدأ. يعني اللي ماسك ولادي وأنا بثق فيهم إنما بتوع البدني ما أعرفهمش انما الاهم الوضع يعني يقولوا عليه زي وايد كرير يعني لا السن كان كبير متوسط العمر كان كبير ف ده اللي احنا اشتغلنا عليها كويس قوي انا واحمد الجرح زائد يعني لازم يعني احنا عندنا قطاع ناشئين غني لازم يعني يبقى ليه دور في اللي جاي يمكن انا هقول كلام مش هقدر اعمله الاسبوعين الثلاثه الجايين ليه انا اسف ان اقول كده لان في كونفيوجن موجود في المسابقه ان يعني احنا دلوقتي 18 ولا 20 بيشتغلوا في نهائيات بطوله منطقه القاهره دي بطولات فجاه ما اتمرنوش معايا عشان راحوا مع فواد كنايدو فالنهارده بعد ما انا مشيت شوط مع محمود وليد وعبد الله الناصر وزهران ومالك ياسر ما يتمرنوش معايا ومش هيلعبوا معايا ما اقدرش العبه يعني هم يعني هيخلصوا يوم الاثنين او هيخلصوا بعديه كمان يعني هيخلصوا بعد يوم 26 مش هيلعبوا معايا ماتش 26 وانا كنت ممكن ابقى محتاج منهم اثنين يعني انا رايي دايما لازم يبقى فيه جنريشن لازم يبقى فيه لعيبه جديد وبفضل الله بفضل الله يعني وده يعني انا مش محظوظ شويه ان انا ايه او الاوقات اللي عملت فيها باسكت في النادي الاهلي ما كانش فيه ميديا ما كانش فيه واخد بالك يعني انت النهارده لما تيجي تقول
طارق الجنام لعب 17 سنه، كيدار هنداوي نفس الكلام لعب 18 سنه. لما تيجي تقول بعديهم اللهم صل على النبي جيل الشافعي، وعندك كريم ضيف، وعندك عمود الجرحي وابراهيم الجمال وابو خضرة، كل دول كانوا بيلعبوا وهم تحت 18 سنه ومنهم لعبوا معاك. صحيح، واخد بالك يعني حتى وانت عملت معانا مشوار كبير جدا، انت بطلت علشان يطلع احمد جمال وعماره. يعني كل يعني دايما بيبقى فيه جنريشن، لازم المهم مهم جدا ان كل فرقه يبقى فيها خبرات وصغيرين. صحيح، واخد بال حضرتك؟ فده كان هدفي يعني اول ما دخلت، لان انا كنت بلعب الاهلي كتير، فرقه كويسه جدا، هي كانت فرقه كويسه وخبرات عاليه وجهاز فني عالي. ان انا اعتقد ان هم ما كانوش بيكملوا يعني في 3 سنين ورا بعض، ترتيب متاخر قوي في الدوري، نتيجه ان بيخلصوا السن ما بيقدرش يكمل، لان احنا عدد مبارياتنا كبير والكومبيتيشن صعب والقايمه قليله 14 لاعب والقايمه 14 واجنبي او 15 الدنيا صعبه ان انت تكمل الموسم ب 15. عشان كده يعني انا نصيحتي لكل فرقه لازم يبقى عندك 15 يتمرنوا معاك، 15 وخمسه صغيرين بيتداولوا، منهم ثلاثه دايما معاك في التمرين، فيقوم عندك 2 اصابه يبقى دايما التمرين عندك في 16 في 15 بس منهم لازم يبقى في ثلاثه صغيرين. يعني انا قصدي لو القايمه بقت 18 ومعاك ثلاثه صغيرين بقت 20 لاعب بتبقى حلوه، يعني 15 الدنيا مزنوقه يا كوتش، يعني 12 يعني ممكن لو عندك زي اللي فات ده ازمه كورونا يعني لاعب او اثنين بتبقى حطيتك في موقف مش كويس، بس لو قايمه زادت بتقدر تاخد لاعبين 20 تسجلهم اوش اعاره. هم فاتحين صراحه هو الاتحاد فتح دلوقتي، بس انا عايز يبقى قوام الفرقه الاساسي 18 وبعد كده طلع زي ما انت عايز تطلع. طب خلينا يا كابتن اجي مع حضرتك في حته مهمه، يمكن صفقه ايهاب امين بالاخص. ايهاب امين يمكن كان عائد من جامعه وعامل ارقام كويسه، انا عارف ان حضرتك دايما بتتكلم بالارقام، ما بتقيمش اللاعب بحلو وحش بيشوط لا بتقيم ارقام. كلمنا عن صفقه ايهاب امين، دي نقطه مهمه جدا. انا لو ما بصيتش في الارقام بقى في الهاف تايم ما اعرفش اشتغل. انا لو انا لو معيش مثلا علاء لطفي او حتى في اسكندريه الاحصائي والمحلل ان تبقى عارف الفرقه دي بتلعبك ازاي وبتعمل ايه وتقطع ازاي، يعني لازم ان انت تحضر للجيمز دي حاجه مهمه جدا. توفق بقى ما توفقش انت بتعمل اللي عليك، لازم تشتغل يعني المدرب بيشتغل في بيته اكتر ما بيشتغل في جوه النادي، واخد بالك؟ ايهاب امين بقى فيرست اوف اول، عشان ما انساش يعني لازم اشكر الكابتن عادل الكعب دي. انما قصه ايهاب امين بقى يعني حاجه فوق الخيال، توريك يعني توريك قد ايه. يعني كلام حضرتك ان كابتن عادل القيعي ليه دخل كبير جدا في صفقات الباسكت اكيد في اي صفقه، لا بالذات ايهاب امين كان ليه بقى احكي. لو حكيت لك القصه فطبعا انا سنه قبل كده نسيت وهو اللي مخلص لي. بقول لحضرتك اصل ايه كابتن عادل، اصل هو كابتن عادل القيعي هو اللي مضيني انا كمان. يعني هو من الناس اللي مضتني انا كمان، هو اول واحد في النادي الاهلي قاعد معايا، فانا بقول كده ليه؟ لانه الحقيقه الناس فاكره ان كابتن عادل بس كوره، ولكن ده صفقات ثانيه. انا اسف لقطعتك بس حبيت اوضح. اتفضل. الموضوع بالظبط كده، انا بكلم اسكندريه حد يعني من ولادي، ده في خناقه جامده جدا بين الاتحاد وزمالك. فانا فكرت بيلعبوا ماتش ودي فتخانقوا ليه كده ومين لعيبه. قال كوتش انت بتتكلم في ايه؟ ده الخناقه على ايهاب امين، وايهاب امين رجع. انا ما اعرفش ايهاب امين رجع. لقطات لايهاب امين ايام الماتش الفاينل اللي كان ديره كبيره، الحمد لله اللي احنا كسبنا البطوله، ودي اللقطه الاخيره في المباراه. اتفضل يا كابتن. ايهاب امين رجع قال لي وعلي كذا 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 كذا، خناقه ما بين الاتحاد ومين والزمالك؟ الاتحاد والزمالك. الاتحاد والزمالك عشان يحصلوا على خدماته. شوفوا لي نمرته مش عارف ايه، كلمته لقيت الولد عنده استعداد وكذا كذا كذا، بصدفه الصدف يعني. ومش صدفه هي طبعا، ده وضع الكابتن يعني. الكابتن خليل كان فينا، فحد بيكلمه عليا كويس او انا كنت رحت عملت دراسات فينا ما اعرفش يعني. فراح مكلمني قال ده في ناس بتحبك فينا ومش عارف ايه، انت اخبار الباسكت عندنا ايه ومش عارف ايه وبتاع. قلت له كابتن انا بتوع الجيش ما جوش وبتاع وكذا قال لي طب نعمل ايه؟ قال لي يعني بيحصل مماطله او حاجه كده. قال لي طب يعني في اعمل لك ايه؟ في ايه نقدر نعمل؟ قلت له في ولد مؤثر جدا ينقلنا نقله كبيره جدا. قال لي فورا اقفل معايا وكلم عادل القيعي. فعشان ايه؟ يبقى كده انا جبت كذا. واخد بالك؟ طبعا بقى مرور في وسط الكلام ده طبعا يعني مجهودات الكابتن رؤوف طبعا يعني ربنا يديله الصحه يعني راجل خبره وكذا. فده اللي حصل بالظبط. الموضوع بتاع امين ما خدش من مكالمات بقى بين الكابتن عادلي والحاج
اللي هو مدير حاج عامر. حاج عامر ده راجل انا بموت فيه. هو ماسك كان ماسك لجنه الرياضه وده راجل محترم جدا جدا. انا اعرفه بقى من انا بشتغل في سبورتنج لان انا كان لي تجربه كبيره في سبورتنج. يعني هو حلو زي بتاع باسكت. انا بس عايز هو كان ماسك اصلا يعني طول عمره من في سبورتنج. وانا لما كنت ماسك سبورتنج في 2004 كان يحبني جدا ويجي التمارين وكان سبورت ليا جدا. حتى لما اتذكر وحد من لعيبتي الكبار يمكن يكون طارق خيري وبتاع جاب لي فلوس وقال لي اديها لعيبتك. يعني اللعيب بيعتزل يعني حاجه كده بيدعم الحقيقه. لا يعني بصراحه انا هو راجل صاحب فضل يعني. لا خلينا اكمل مع حضرتك يعني اللي حصل مع هاب امين يمكن الخمس دقائق او العشر دقائق دول. بس احنا معانا على الهاتف كابتن الفريق طبعا كابتن مودي الجرح. ازيك يا مودي؟ كابتن حضرتك وحشني والله. وكوتش اشرف معانا طبعا في الاستوديو وانت معانا عبر الهاتف. يعني بنرحب بيك وبنقول لك تحب تقول ايه للكوتش اشرف يا مودي؟ حبيبك يا كابتن. ازيك يا كوتش؟ ازي حضرتك حبيبي حبيبي. لا طبعا يا كابتن انت عارف الكابتن اشرف عرفته بينا يعني انا من زمان. هو الصراحه مطلعني من التيم. انا بعتبره الصراحه بعيد عن التدريب هو يعني بابايا في التدريب صراحه. يعني هو راجل طلعني كان واثق فيا وراهن عليا وانا لسه طالع صغير. كنت انا وكريم ضيف وتعوض فالحمد لله. يعني بالنسبه لي كابتن اشرف انا يعني مش عارف شهادتي فيها تبقى مفتوحه الصراحه. يعني الحقيقه مودي برضو يعني انت كنت محظوظ الحمد لله ان انت يعني اتمرنت في بداياتك وحتى في فترات طويله مع كوتش اشرف. خلينا اسالك الاول عن اصابتك. اخبار سمانتك ايه؟ كان عندك مزق في السمانه. الدنيا احسن دلوقتي يا مودي؟ لا تمام الحمد لله خلاص الحمد لله. من ساعتها من بعد الماتش اللي اتحاد في دوري المصابات كده قعدت 10 ايام 12 يوم بالظبط عليك يوم وخلاص الحمد لله. من ساعتها الحمد لله تمام. طب وطمنا برضو ككابتن فريق الروح عامله ايه في الفرقه والاخبار ايه عشان ماتش السوبر اللي جاي باذن الله؟ والله كابتن هيثم طبعا انا عارف احنا السنه دي واخدين الموضوع الحمد لله عكس السنه اللي فاتت احنا كنا بنبني فرقه. فالسنه دي الحمد لله بعد الصفقات اللي جبناها طبعا الناس كلها متعشمه ان احنا نكسب البطولات والحمد لله. اول بطوله كانت ظروفها صعبه بس الحمد لله احنا تعبنا وعملنا اللي علينا ربنا جبلنا. فمن ساعتها احنا من ساعتها متفقين احنا بطوله بطوله يعني خلاص احنا سايبر الدوري المرتبط ده خلاص خلص حاجه مش موجوده خلاص دلوقتي. نفكر في ماتش السوبر هي 40 دقيقه طبعا دي بتبقى توفيق عدد توفيق بقى دي هتبقى يعني هي ماتش بيكسب ماتش ياخد بطوله. صحيح. فاحنا مستعدين الحمد لله يعني كفرقه الحمد لله مستعدين. والروح صراحه السنه دي يعني انا شايف الفرقه اللي يلعب اي حد المهم نكسب يعني دي روح فرقتنا الحمد لله السنه دي من اول سيزون ماشيين على النظام ده الحمد لله يعني. الحقيقه كلامك اسعدني يا مودي وبالتوفيق يا رب. ربنا معاكم وان شاء الله يعني نعمل ماتش كويس يوم الثلاث. وخلي بالكم الاجراءات الاحترازيه عشان مش عايزين كورونا تاني يا مودي. لا ان شاء الله. مودي بشكرك شكرا جزيلا. مودي الجرحي نجم الفريق وكابتن الفريق بشكرك شكرا جزيلا. كابتن يعني اجل حضرتك كنا بنتكلم عن ايهاب امين وحضرتك قلت الصفقه ما خدتش خمس دقائق. كابتن عادل القايد اتدخل وبلغوك. طب ازاي ان الصفقه خلصت كده؟ على طول اكلم الكابتن والكابتن عمل الشيء هو اتفق مع كذا مع الحاج عامر. الحاج عامر تقريبا بلغ مجلس ادارته والشيء كان ثاني يوم الصبح. بقول لحضرتك بص انا كنت ايه كنت عايز اتنين من الجيش ومش عارف اجيبهم نادي طلائع الجيش وباقي بقى الصفقات الناس حاسبها عليا وهي ولاد يعني انت عارف انت بتكمل بيهم قايمه وهم ولاد كويسين بس محتاجين لسه شغل نيد. المهم يعني ربنا كرمنا طبعا حقيقي يعني لعيب راجل. بس انا برضو عايز اقول لحضرتك على حاجه مش عشان مودي يتكلم لا ده كمان الجمال الاثنين دول ليهم فضل كبير قوي في اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي. صحيح. بص اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي رقم واحد لاسم النادي الاهلي وسمعته والتزامه. خد بالك؟ واتبنت خلال سنين. رقم اثنين لروح لعيبه النادي الاهلي القدام اللي هم بيؤثرون يعني اللي جاي على انفسهم. واخد بالك؟ يعني وهم اللي بيتكلموا اكتر مني مع اللعيبه. هم اللي بيحاربوا عشان اللاعب يجي برغم ان هو في مركزه وعايزه يجي. انا لو من اللعيبه دي من كتر ما بيكلمها مودي الجرح والجمال انا نفسي هزهق منه. لسيف سمير كان بيكلم عمر طارق ونفس الكلام بالظبط. وسيف سمير وسيف سمير دلوقتي من اللعيبه القدام يعني ما شاء الله. على فكره اقول على مودي يعني قصته مثلا يعني ان انا مش عارف كابتن خيري بيبطل وصمم يبطل وكذا. طب خلاص حاجه كده ورجعوا لي بقى في حد ما عمل يرجع مش حد يعني كان يعني مش هرجع في اللي انا عملته. وقد كان يعني يعني زقينا مع مودي جامد. شفت له ماتشات بدايه مودي كانت موجوده يمكن ترى غنام كان منزلها. شفت له ماتشات في بدايته كانت حلوه جدا. بس كنتش خلينا اتنقل مع حضرتك على الصفقات السنه دي والامور اللي تمت ازاي. وخلينا نطلع على فاصل. استاذن حضرتك اعزائي المشاهدين
هنطلع لفاصل اعلاني ونرجع عشان نكمل مع كوتش اشرف الصفقات. طبعا اتكلمنا على صفقات السنه الفاضيه وكان ابرزها طبعا طبعا ايهاب امين، ولكن في صفقات السنه دي تمت، هنشوف تمت ازاي وكواليسها ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع كوتش اشرف توفيق. كابتن، يمكن حقيقه لا ينكرها يعني احد، حضرتك من المدربين القلائل اللي في الالعاب كلها اللي نجح خارج النادي الاهلي زي ما نجح ايضا داخل النادي الاهلي، صح ولا غلط يا كوتش؟ بفضل ربنا الحمد لله يعني، بس اكيد لا في الالعاب كلها دي كتير عليا. لا يا كوتش انا متابع وعارف يعني، انا قلت القلائل فيه طبعا ناس اكيد مدربين على راسنا اكيد في اليد والطير عملوا نفس الكلام، ولكن بيبقوا قليلين في كل لعبه. اللي بينجح النادي الاهلي بيوفر كل اسلوب النجاح وكل مقومات النجاح، ولكن لما بتطلع بره وبتدي المقاومات دي تقل شويه بيبان شغلك. انك بتطلع بره بفنيه النادي الاهلي طبعا، بروح تطلع بره بشخصيه النادي الاهلي، تطلع بره باللي انت اتعلمته في النادي الاهلي، بتطلع بره بالبرسوناليتي بتاع النادي الاهلي، فالناس بتحترم. نجحت في الكويت، نجحت في الامارات، نجحت في نادي سبورت، نجحت في نادي سموحه اللي مذاكر التاريخ كويس، نجحت في نادي طلائع الجيش، انا ناسي حاجه ثانيه يا كوتش؟ لا يعني يمكن حضرتك لعبت بروح النادي الاهلي وبتيشيرت النادي الاهلي بطوله افريقيا اللي فاتت مع نادي سموحه وفزت على النادي الاهلي وتاهلت نهائيات افريقيا، يعني حتى لما بتلعب قصاد النادي الاهلي بتلعب بشخصيه النادي الاهلي، وده اللي اتعلمته من النادي الاهلي يا كابتن. ربنا الحمد لله ده فضل من ربنا، بس يعني خلي بالك قلائل كابتن هيثم، قلائل من اللي هو بيقدر الكلام ده، لان دايما الناس بتبص على البطل بس ايا كان انت ماسك ايه. صحيح. يعني ممكن يبقى في الشرق في بطولات حصلت اتحققت الحمد لله ربنا، انما مثلا مع سموحه صحيح ما وصلتش للبطوله، بس انا لما ربنا يكرمني مع سموحه تاني الدوري العام بدون اجانب بلعيبه صغيرين في السن، حصل ده دوري مستريح. انت بطل يعني، فرق بينك وبين سبورتنج نقطه، ده دوري دي بطوله يعني سيبك او بطوله تالت افريقيا يعني، لا تقيل يعني تالت افريقيا بسموحه يعني حاجه نعمه من عند المولى كبيره. وشفنا الصوره كانت في التقرير وحضرتك شايل يعني وفي سنه تاني بقول لحضرتك تاني دوري بدون اجانب يعني دي كانت حاجه يعني انجاز كبير واجازه على فكره. بص انا طبعا عيب الواحد بس يعني انا بحب دايما اشتغل في مكان بس كابتن معلش اللحظات دي يا كوتش وحضرتك في التايم اوت الاخير في ماتش المرتبط ودي بكاميرا النادي الاهلي، يعني كلمنا عن احساسك في التايم اوت ده كوتش، يعني هشوف راجل نازل على ركبك مش قاعد على كرسي بالدم، يعني سمعونا يا جماعه الكلام ده. كلموا بدري اكويز مع هيثم فقعدي من تحت، مش كل مره الراجل يروح يا جماعه الاخر كده، خلاص ركزوا في التعليمات اللي بقولها. بليز بدري. كنت بتفكر في ايه ساعتها يا كوتش؟ بص هو تقريبا كان في زي هاي سكرين كده فوق، فدخل مصطفى عصام مرتين ورا بعض، مره خد فاول مره جاب باسكت، وفي فاول شات تو شوتس، وتقريبا حد تاني دخل. فانت طبعا عارف وانت لعبت معايا كتير ان يعني قوه الفرقه دفاعيا بيبدا من الاندفاع بالدفاع الفردي، ان انت ما يبقاش فيه ايزي درايف او دايركت درايف زي ما بيقولوا دلوقتي، دخول مباشر دخول مباشر على الحلقه. ف يعني فانا كنت مركز جدا ان الدقيقتين الاخير ما كانش اتحمل الغلطات دي، وكان لازم اخد تقريبا التايم اوت كنت انا واخده علشان امنع امنع الدرايف، فالحمد لله الحمد لله جاب نتيجه يعني. صحيح. الحمد لله. طب كابتن هتنقل معاك لصفقات السنه دي، ويمكن عمر طارق وعمرو الجندي كانوا صفقتين، وبناء عليه اتخذ القرار الشهير انه الصفقات والاهلي ومالكش غير صفقه واحده لو بطل وصفقتين لو انت مش بطل، والقصه اللي حضرتك شفتها دي بعد الصفقه المدويه بتاعه طمن عمر طارق وعمرو الجندي، ان هم اتنين عواميد حتى في منتخب مصر. كلمني على الصفقه دي وكواليسها كده. شوف طبعا عمر طارق اصلا يعني اصوله اهلاويه، يعني هو عمه هشام سعيد، هو اصلا كان في النادي الاهلي مش هو صغير بالغلط، فهو دايما الولد عنده الرغبه انه يجي. كان بيلعب سباحه في الاهلي وهو صغير. هو عنده الرغبه انه يرجع يعني نقدر نقول بيته يعني. ف يعني احنا هو كان له سنه في عقده. انا كنت بفضل انه يجي بعد ما يخلص السنه علشان ما يبقاش الموضوع مكلف على النادي الاهلي، لان انا يعني مش انا يعني احنا اولاد النادي الاهلي احنا غيرين عن النادي الاهلي. صحيح. احنا جمهور النادي الاهلي، احنا يعني اعضاء النادي الاهلي، احنا بندفع فلوس علشان يعني واخد بالك يعني النادي الاهلي غير عن النادي. فكان نفسي يخلص بعد سنه، هو لا لو استنينا سنه درسنا الموضوع كويس
انا وكابتن رؤوف والجهاز اللي معايا وكده، ولقينا ان هو احنا لو استنينا سنه الدنيا ممكن لا هيخش كومبيتيشن بقى فممكن نشوف دلوقتي ان في ظروف كمان كانت في ماديه مش يعني في نادي الجزيرة عنده الرغبه ايا يعني كان لظروف ايه كان عنده الرغبه انه يبيع اللعيب، فربنا كرمنا وموضوع عمر طارق خلص وهم الاثنين اصلا مرتبطين ببعض. كمان عمر طارق برنس يعني تحس ان هو لعيب برنس. هاتوا لنا صور عمر يا جماعه. يعني عمر انا بسم الله ما شاء الله انا بحبه كده لله في لله برنس مؤدب قوي. لعب في دوري الجامعات برضو كابتن وحاجه يعني اسره كلاس قوي يعني. شريف الجندي هو يعني زي من الشرابيه اصلا. يعني احنا ربنا في منطقه شعبيه اللي هو بابا عمرو وعمرو كده بتاع ده عمر طارق. ولد روحه عاليه قوي شريف الجندي، ودي حاجه الفرقه بتاعتنا محتاجه ادي مور يعني محتاجه انا عندي جمال ومودي لا انا عايز كمان واحد واثنين زي ما انا يعني بيفكرني بتجربتك لما 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 النادي الاهلي لما جبناك اضفت الينا غير الفنيا حته الروح، فدي برضو حته ميزه بتميز فيها الجندي جدا فالحمد لله يعني. كان ليه دور مشترك بقى فيها مجلس اداره مجلس اداره طبعا مجلس اداره بصراحه يعني انا يعني انت في انا عايز فلان ما بيكلمونيش تاني هو بيشتغل بس كابتن للامانه يعني كابتن محمود الخطيب يعني يعني اي حاجه لمصلحه النادي الاهلي والله وده حاجه حق يعني اي دعم وحضرتك لمسه وحضرتك مش بس اللي قلت لي الكلام ده. كابتن محمود جاب لي عبد الله ناصر 3 مليون جنيه كان اكبر صفقه ناشئين صحيح صفقه عبد الله ناصر دي كانت قصه برضو عبد الله برضو كابتن عدلي انا فكرك انا الكابتن كان بقى ايه كان زهق مني فكل ما اكلم حد اوعى اكلمه تاني اوعى عايز صغير 16 سنه 3 مليون مش بس يستحق فكلمت فقال لي بس هشوف كده بتاع انت متورق فالكابتن راح كلم الكابتن يا كابتن عدلي طب لو قسطنا لو هنحاول نقسط الموضوع قال له شوف مش عارف ايه ولا حاجه ما اعرفش يعني قال له ايه راح رجع لي قال لي بجد اسامه بزيد صاحبك وعارفه وبتاع اللي هو رئيس نادي الشمس اسامه بزيد يعني من الناس اللي صاحب فضل يعني من وانا صغير كده وماسكين منتخب مصر كان مصيطني في الجرايد جدا وعلى فكره والعاب اخرى انا بحبه فكلمته فوافق على التقسيط فكلمنا بقى الكابتن كذا مشيت برضه كده لدرجه برضه كان في مشكله كده هاندبول ومش عارف ايه فالكابتن قال لي لا الاستنى تيجي لغايه هنا لان مش عارف حصل ايه فقلت له يا كابتن دعم سبت التمرين يا كابتن على مسؤوليتي هستقيل دلوقتي لو السجن ما جاتش والولد بصراحه ما شاء الله عبد الله ناصر قال لي ابعت حد ياخد الشيك كابتن فبعت له حد الاداره خد الشيك وكذا ده طريق الجنان التاني ما شاء الله ده وبعدين كمان اللي بعد له بقى انا بعد له يلعب في اربعه لان انا يعني عندي ده في اربعه وعندي ولد اسمه مالك ياسر والفتوح ابن كابتن ياسر بجهزه في اربعه والاثنين في منتخب الشباب انت عارف دايما اللعيبه بتوع الاربعات اغلى كثير من الوحايد صحيح انا عايز برضه اوفر لان احاول بحاول فانا عايز اجيب بعد كده واحد بوينت واخد بالك واحط الولدين دول في البوزيشن اللي فيه اليكس ده التارجت بتاعنا يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني بتهيألي الدعم المتواصل ده كابتن وغير شكل الفرقه وخلى الكل يخشى النادي الاهلي لما بيركز في حاجه وبيخش بقوه الكل بيخشى يعني وده يمكن اللي خلى شكل الفرقه في حته ثانيه بس خليني اطلع لفاصل وهرجع اكلم حضرتك في كواليس بناء الفرقه يمكن حضرتك الموضوع مش صفقات بس الصفقات بتبقى 20 30% ولكن في بناء لقوام الفرقه واتكلمت مع حضرتك في الفاصل اللي فات عنه بس عايزين نتكلم قدام الساده المشاهدين اعزائي المشاهدين هطلع لفاصل سريع ونرجع نتكلم مع كوتش اشرف في بناء الفرقه في الفرقه في كره السله الموضوع صعب وبياخد سنين سواء من ولاد النادي او الصفقات ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا الممتع مع الكوتش اشرف توفيق كابتن يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن بناء الفرقه وبناء الفرقه مش صفقات بس زي ما الناس فاهمه برضو ده جزء من البناء ولكن في قوام بيبقى اساسي بقى لك من السنه اللي فاتت ناشئين طالعين وحضرتك ما شاء الله لما بتروح اي فرقه بيبقى المدرب اللي بيجي بعد منك محظوظ لان انت بتبني فرقه ل 10 سنين قدام. بناء الفرقه في النادي الاهلي عملت ايه كتصور؟ شوف حضرتك التصور الفرقه اتبنت على لعيبه تحت الحلقه ولعيبه بره. اللعيبه اللي تحت الحلقه سيف سمير ومفروض والسلعاوي. فوجئت ان السلعاوي قالوا لي هيرجع في شهر مش عارف 11 لا 2 لا 5 ما لعبش ربنا يشفيه لانه طبعا
هو اتداس عليه لعيب لعيب كويس قوي يفرق معنا السماء والارض. صحيح. اتداس عليه كان عنده تقريبا خشونه 1 سم في 1 سم اتداس عليه ان هو لعيب مهم. الكرحه. فالكرحه وصلت 5 سم 5 سم 5 سم هتاخد وقت طويل بس هو دلوقتي يعني راجع ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله وهو هيفرق معاه قوي في بوزيشن 4. تغييره ثقيله جدا للاجنبي جدا. تحت الحلقه حضرتك في سيف سمير. سيف سمير. فكان في طريق جنم يعني ادى رساله غير عاديه طبعا اسطوره. فانا كان يعني دايما يعني لما تيجي تبني ما ينفعش انك تجيب يعني بس السنه دي محمد مصطفى كان قدامي بلاي ميكرات قد يكونوا اتقل من محمد مصطفى انما حاجه 30 و6 يعني 34 و35 لا لازم محمد مصطفى. محمد مصطفى ده لعيب كويس قوي يمكن الجمهور لسه ما شافوش نتيجه الكورونا و فقلت عفضيل قلت احمد اسماعيل. احمد اسماعيل لعيب كويس قوي. احمد اسماعيل كمان عمل معاه امبروفمنت غير عادي اللي احنا سبناه للجزيره ده. بس احنا سبناه لظروف يعني احنا مش المفروض نتكلم فيها لان دي ده النادي الاهلي اهم حاجه. النادي الاهلي انا فاهم مبادئ النادي الاهلي ف وهكذا. برضه هتلاقي مثلا ايه ده الباسكت بتاع سيف سمير اللي فرق معانا جدا. انا كنت في اخر المباراه وكان متوافق بشكل كبير يعني كان ليه دور كبير جدا سيف. اتفضل يا كابتن. اكيد. ده تحت الحلقه سيف سمير والسلعاوي. سيف سمير والسلعاوي فضفنا عليهم مع فضيل واحمد اسماعيل. تمام. والاثنين سن صغير. تمام. يعني الاثنين سن صغير وعلى فكره مش نجوم خالص يعني مش نجوم يعني ايه يعني النهارده انت بتجيب لعيب من نادي الجيش اخره سادس خامس. فهمت قصد حضرتك. انا يعني واخد بالك غير لما تجيب عمرو الجندي من الجزيره. غير لما تجيب عمرو الجندي غير لما تجيب كذا. فهو ودي سنه الحياه طبعا. حاضنة الاهلي والجمهور والفيسبوك والفيديو نفس الكلام. ايمن شكر لعيب كبير جدا انما في ضغط عليه في ضغط. هو كان معتقد ان هو لازم يلعب 30 دقيقه في النادي الاهلي. الموضوع مختلف دلوقتي يعني يعني عند جندي وهاب امين 25 دقيقه كتير يعني فكده يعني. فبتجيب لازم يبقى عندك خبرات وصغيرين في كل بوزيشن. ده اللي احنا بنيت ده اللي انا يعني البنى جه كده. وزي ما بقول لك قدامنا لعيبه كتير كبار في السن نقدر نجيبهم. حضرتك فضلت انما لان هو اللي حضرتك قلتها دي. انا بديجي اشتغل لازم تبقى امين مع المكان اللي بتشتغل فيه واكنك اكنك قاعد 10 سنين بالك بقى في بيتك. انت عايز كمان زميلك ينجح واخد بال حضرتك. وزي ما بقول لك كده على مر المواضيع على مر السنين اتعمل الموضوع ده اكتر من مره يعني. عملته كذا مره وفي كذا نادي. وفي كذا نادي يعني في كذا نادي الحمد لله نجحت في بناء الفريق. طب كابتن هنروح لمنتخب مصر. اكيد حضرتك لك رؤيه في جيل ده يعني مر عليك اجيال كتير جدا ما شاء الله يعني. حضرتك نقول جبت اجيال من 20 سنه ل 25 سنه يعني كمدرب ما بالك بقى كلاعب. شايف المنتخب دلوقتي بالجيل ده يقدر ياخد بطوله افريقيا؟ شوف انا لما اقول يقدر ياخد بطوله افريقيا يبقى انا اكني مثلا ايه بعمل بريشر على زميلي اللي انا بحترمه جدا وانا بقول ان هو يستحق ان هو يبقى مدرب منتخب مصر بالجداره. طبعا طبعا حضرتك مرعي. انا ده الراجل ده يعني انا مقتنع بيه قلبا وقالبا واشتغلنا مع بعض كتير وعملنا شغل كويس قوي مع بعض. انما انا بحيك على الكلام ده كله. الله يخ... لا دي حقيقه. لا انا مش قصدي نعمل ضغط. القضيه في مصر عندنا الفتره دي بالذات عندنا كميه طوال غير مسبوقه. عندنا جاردات غير مسبوقه. ينقصنا بوزيشن واحد بس بوينت جارد. بوينت جارد تقيل لمنتخب مصر ده لازم نجنسه. لازم يتوفر لمرعي عدد مباريات دوليه. اهم حاجه الاحتكاك يعني. انا مهما امرن ما بعملش مباريات دوليه على المستوى العالي يعني متدرجه وعلى مدار لونج تيرم. لازم يبقى فيه لونج تيرم. لازم مدرب منتخب مصر يبقى متفرغ. لازم مدرب منتخب مصر يبقى عنده بلان لمده لا تقل عن 3 سنين. هنكسب افريقيا بالجيل ده. مفيش فرقه في افريقيا عندها عاصم مرعي. من 82 ما كسبناش. من 82 ما خدناش بس. ومن 82 ما كانش عندنا يعني اللاعبين الاثنين ثلاثه الفالته. كان عندنا طبعا الكابتن مدحت ورده. كان عندنا طبعا عمرو ابو الخير. كان عندنا خالد بخيت كان بيلعب. طبعا طبعا. لا انا بقول لك بقى على ايه السوبر سوبر ستار. خالد كان سوبر. انما السوبر سوبر ستار لا يعني كابتن مدحت كذا. احنا دلوقتي عندنا مجموعه لعيبه كويسه بس من غير احتكاك بلاننج. من غير احتكاك. الاحتكاك جوه البلاننج طبعا. انت
تمام، من غير ان احنا يعني بنضيع وقت في ماتشات يعني. وانا النهارده لما اجي العب جزيره الورد انا ما استفدتش كتير، جزيره الورد استفاد، واخد بالك؟ فيهيأ لي ان لازم يبقى في الكومبيتيشن الان كمان عالي اعلى من كده، يتلخص في الثمانيه. لازم المفروض دوري ممتاز يبقى ثمانيه لو احنا عايزين نوصل لها، دوري ممتاز ثمانيه تمام، 10 بالكتير، وبعدين كومبيتيشن عالي. دي اول ستيب. كومبيتيشن بره عندنا الحمد لله لعيبه كويسه، عندنا جهاز فني عالي يعني، فنقدر نعمل حاجات كويسه. الاحتكاك يا كابتن شايفها تبقى يعني، احنا كنا نروح صربيا كنا نلعب لا لا لا، ولا نروح نلعب بارتيزيان ولاعب ده يعني. انت عايز ماتشات من ليفل 1؟ انا عايز ماتشات الاول اخد ليفل 2 في اوروبا منتخبات. لما ابدا اجاري التيمبو ده لازم اوصل لهذا التيمبو. احنا المشكله ايه؟ احنا بنعمل حاجات كتير وكويسه، وعندنا المدربين على فكره. احنا مش في الاداره بس كويسين يعني، مش احنا في الاداره بس نقدر ننظم كاس العالم يعني. انا الف مبروك للهاندبول، يعني ايه بلد كان فيها جمال شمس وعاصم السعداني وي 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 وي. وبعدين طبعا شام نصر ده اخويا الكبير وحبيب. يعني ايه مدرب اجنبي في بلدك في كذا؟ لا لا لا، عندنا ابو المجد دلوقتي انا بحب اتفرج عليه، كان ماسك معايا في الجيش، انا بحب اتفرج عليه. خد كاس عالم، وكان طارق محروس خد، وطارق محروس زميلي وحبيبي بطل عالم، تالت عالم او بطل عالم، بعتبره بطل عالم، انا بقول له بطل عالم. انا رايي كده. احنا لما كنا في مصر نقدر. احنا لما كنا في مصر هنا بطوله افريقيا تحت مش عارف 19 سنه دي لازم مدرب مصري. احنا مش بندير بس كويس، صحيح. احنا بندير كويس على عيني وعلى راسي، بس عندنا كمان فنيين كويسين قوي نقدر. تمام، ده بقى لما نيجي بقى عايز اداره المنتخب. اداره المنتخب لازم الدنيا، لازم كل الفلوس اللي تبقى في في اتحاد الباسكت دي تسخر للمنتخب والاعداد المنتخب، والمنتخب ما يقعدش بره زي ما كان بيعمل حسن مصطفى، وزي ما عمل معانا الكابتن محمود احمد علي. لازم المنتخب ما يقعدش في مصر كتير، ولازم مدربه وجهازه كله يبقى متفرغ. لازم يبقى المنتخب عنده جهاز كامل، تغذية وتحليل إحصائي ويعني أنا عارف لا لا كلامها لا ده كلام حضرتك طبعا جميل جدا يعني وهو ده اللي ممكن يبقى يعني يخلينا في الصدارة، اللي يخلينا في الصدارة واللي بيخلينا دم تقيل. يعني أنا بشوف كده ما أقدرش أنجح لما معايا كده. كلامك صح يا كابتن، وأنا اللي أحط يعني أنا لازم أبقى مشترك في الجدول، صح؟ جدول الدوري ومحدش يزعل، ده مرعي مشترك لازم يشترك معانا في الجدول. هو اللي يحط شكل المسابقه، مصلحه مصر هي الاكبر، واخد بالك؟ صح، خصوصا ان احنا ما عندناش لجنه فنيه. صح، بس كلام حضرتك صح يا كابتن، ومعلش الوقت عدى، ولكن الكلام مع حضرتك لو خدنا حلقه واثنين وثلاثه كلام على الباسكت اكيد مش هنسبع. كوتش اشرف بشكرك، شكرا جزيلا، بشكركم جدا، وكل التوفيق لحضرتك في كل البطولات القادمه. انا بشكركم جدا، ويعني بدعي ربنا ليل نهار ان انا اقدر اسعد جمهور النادي الاهلي، واقدر ابقى عند حسن ظن مجلس اداره النادي الاهلي. والنادي الاهلي مسؤوليه كبيره جدا، النادي الاهلي انت مسؤول عن 70 80 مليون، فيعني والباسكت الحمد لله 70 80 مليون اهلاوي، منهم 50 بيتفرجوا على الباسكت دلوقتي. كل التوفيق يا كوتش، ومنتظرين من حضرتك الكثير، وحضرتك قدها وقدود يا رب. خير يا رب. اعزائي المشاهدين، انتهت النهارده حلقتنا من الابطال. انتظرونا ان شاء الله يوم الاحد القادم، وحلقه جديده وقصه جديده وبطل مع الابطال.